العيادة الأمعية كل عمال مصر اللي مصممين على استكمال الثورة. الثورة اللي سرقت مننا من المجلس العسكري وسرقت مننا من الإخوان، وحاليا عايزين نرجعه في الزمان. كل عمال مصر وكل الشعب المصري اللي خرج من مدينة مصر ابتداء من انتخابات العمال 2006 و2007 و2008 مع أسقاط منصورة حسام مبارك المحلة، وبعد كده جت الثورة في 2011 وقلنا الشعب يريد إسقاط النظام. لما طلبنا الرئيس الثورة الشعب يريد إسقاط النظام. نظام مبارك لم يسقط إلى هذه اللحظة، وأي حد معترض على كده يجي يتكلم معايا. نظام مبارك لم يسقط، تغيير وجوه للأسوأ اللي إحنا شايفينه، النجوم الخصخصة بيفرض كل عمال مصر قولوا الخصخصة وبتساعده عصابة الحزب الوطني شغالة على أشدها تشويه للعمال، تسييس لأهم مطالبها. كل عمال مصر شرفاء، ورواية النظام بيقولوا الإخوان هم اللي عاملين إضراب. دول كان مين الإخوان أما كنا بنطلع بالمسيرات من الشركة من قلب العمارة لحد ميدان الشوم في المحلة ونقول يسقط يسقط حكم المرشد. بطلوا استحوا على دمكم. عمال المحلة وكل عمال مصر عمال المحلة وعمال مصر هم اللي بيقودوا الشعب المصري عشان يرفع حقه. وانت في الثورة قلنا عيش وحرية وعدالة اجتماعية. لا احنا شايفين العيش ولا احنا حاسين بالحرية ولا احنا شايفين العدالة الاجتماعية. شركة غزل المحلة زيها زي معظم الشركات. سلمنا الشركة في 2007 ما عليهاش ولا مليون ديون، وكانت كسبانة 112 مليون جنيه. فكنا في السنة اللي بعدها جايبين لنا مفوض والشركة خسرانة 120 مليون جنيه. وإحنا قلنا شركة مصر مش للبيع، مش هنبيع بلدنا، مش هنقعد ساكتين وبلدنا وشركاتنا بتتباع وبتتشرد. نحن زمايلنا أنا اقتنعت بدخول المصنع بالقوة يومها، وبعد كده قالوا لنا مش فاهمين حاجة بالإدارة، قلنا مش فاهمين حاجة إحنا عمال على قدنا. السنة اللي بعدها خسرت 194 مليون جنيه، قالوا لنا استنوا الراجل عنده رؤية وهينفذها وصبروا عليه شوية. صبرنا وما عملناش حاجة. السنة اللي بعدها 243 مليون جنيه، الخسائر النهاردة 1.3 مليار مليون جنيه. أنا بقول له رجع لي من هنا. لو أنت عندك استعداد تشغل شركة غزل المحلة، عمال مصر وعمال المحلة مش عايزين حاجة من الحكومة، إحنا ندي الحكومة، إحنا خدنا على البلد. احنا قعدنا من 67 ل 73 نشتغل ساعتين مجهود حالي، وكنا بنطلع ل 120 درجه، احنا عايزين نشتغل، عايزين نشتغل، بس العصابه تحس على دمها، وتعرف ان العمال مش هتعيش لون الفساد، عمال مصر اقلدوهم ان هم يموتوا، بس الفساد لا، الفساد اللي هم يحبوه، الفساد اللي غيروا، اثنين رؤساء جمهوريه وغيروا حكومتين وفرد واحد مش هقدر تديله 30 شركه بيرقوه، ماشيينها من شركه غزل المحله يوم 15 فبراير 2011 وجانا المجلس العسكري وجانا الحاكم العسكري وقال لنا اطلبوا اي مصاري الا الراجل ده، قلنا له لا هنمشيه لان الراجل ده هو مبارك. عمال المحله قالوا لابد من اسقاط مبارك في كل المصانع، لابد من اسقاط نظام مبارك في كل المواقع العماليه، واسقطنا. وانا عليم حسام من شركتنا كانت النتيجة طلعونا لسنة وعملونا نائب رئيس الشرطة القبضة. بعد كده النهاردة هو رئيس الشرطة القبضة. احنا بنقول عشان الوقت وعشان ادي فرصة لزمايلي، الثورة مش هتتسرق، والثورة لو اتسرقت انا بقولها وبتكلم عن نفسي وعن كل عمال مصر يموتونا احسن. احنا مش هنسلم ومش هنبيع.